كانت معنا هيفا الحبيب وكاتور الارتيستو سناء المجري وليد النهدي هناء الفهري صاف الشعال جيجي ونرحب بمحمد عيشك جبتك بالذمرة بدون ذكر اسماء عيشك فما عباد ما تحبكش تجي جو سي اون بلوس الحق رغم رغم الشيء اللي قاعد نتصرف فيه من قبيله قاعد نخمم باش ما نرجعش معاكم الحقيقه اعصابي توترت نعم اعصابي توترت من شنو اعصابي شنو اللي لابسه فوطه واللي يحكي على الدي انا شو انا جاي لهنا باش نعمل كوخ باش نتفرهد باش نشطح باش نعمل جو باش نلعب باش نسمع شويه موسيقى باش نعطي رايي في ارتيست ونروح من جاي هوني باش نسمع الدي ولا باش فايق باش وحش فايقني على وضعي ولا باش يقول لي انت ماكش ارتيست ولا الاخرى باش تقول لي درا شنو ولا تقول لي مزيان ولا مش مزيان ولا عملت لي فوطه فوق راسها نو 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 بالحق انا جيت هوني باش نعمل كوخ نحب رتح اعصابي جاي سيف نكمل من البيتش نخرج من البحر نجي نقعد شويه حبيت رتح حسابك جيت الكل في كل فلوس بيان سور برنامجي يا اخي انت تو تو جيت راه برنامجي هذا راه برنامج قبل كنت بيان سور اما انا ما نخش نقول عرسه وكاله ونقدال لا لا انا انسان انت قعدت تعمل كور في كل فلوس اي كنت نمشي نتفرهد هكا رتح حسابي نعمل جو نشيخ كذي دونك توا دونك انا جيت توا دونك شنو ناخذ عليك اخويا المشرف شكون اما انا شو هذاك جاي باش يقرينا التربيه محمد بن عمار بيان سور اكزاكتومون شفت هذيك كليت معاك اكزاكتومون اللهم ردا جميلا اي فوالا انا جوست قاعد نكستير شوف الجو كان الجو مريقل نرجع كان الجو مش مريقل ما قعدوا ما يقلقني نسافر اوكي اللهم رده اليك ردا جميلا الحقيقه ماذا بيا الجو يعجبك باش ترجع ان شاء الله فهمتني سبيرون بيان خاطر انا جايبك معناتها باش توريش بعينيك ما توريش بعينيك يا هلويس به هنا وباش تهزنا تو قيت رزقي فياج مع لي توب برومو كيما العاده رزقي فياج ديما مدللنا هكا وجايب لنا احسن الاسوام واحسن الافريات دونك تو انا نحب نعطيكم لي توب برومو ونحب نقول لكم حاجه راهو لي زوتيل يبداو ابارتير من 36 دينار وبيان سور الصغار اللي اقل من 12 سنه بلاش لي برومو هذوما تلقاوهم كان مع رزقي فياج دونك بروفيتي باش تتفرهدوا طقس سخون ومحلي نحب نفكركم اللي رزقي فياج تلقاوه في المروج لافايت والحمامات وتنجموا زيدا تدخلوا على السيت ويب www.rizkivoyage.com والا على باج فيسبوك وانستغرام رزقي فياج يعطيك الف صحه وميرسي رزقي فياج والله انا من تفرهد ونشيخ كان لك الصغيرات يا خويا يمشي ومبنك وبلاش وعامل بون كيف فهمتني ما كانوش كي كنت صغير انا عمري 6 سنين يبعثوني بلاش حتى الوالدين كاش ما لا حتى الوالدين ضميرهم يبدا مرتاح وليداتهم شيخين قدامهم راهو به كي يبدا يتفرهد ولادهم فرهد فما حاجه مهمه الاسوام معناتها الاسوام فريمون رخيصه بالكدا بالكدا برافو رزقي فواياج شنو برنامجك هيفا نسيف في السنه ابار رزقي فواياج عندكش برنامج اخر فواياج مع رزقي فواياج سانتوريني ولا ميكونو كيفاش تعدي صيف كيفاش تعمل صيف بالحق سانسيرمون انا جينيرالمون جو بار اون فواياج جينيرالمون ما نحبش نعدي صيف برشا في تونس الحقيقه واضح وين فواياج رزقي كل مره وكيفاه انا نحب برشا الجريس ممتاز سانتوريني ميكونوس سينو ايطاليا نحب سارداني كالي ديستيناسيون هكا سارديني هذه مقرونه شو سارديني 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 قدور وين تمشي انت في الصيف اي شنو البرنامج شنو تعمل في الصيف خويا والله نهز الصغيرات نهز الوالد ونهز الوالده كيما توا نتفكر صيف عملناه ولا
يعني كريت في قليبيا ومن بعد من قليبيا مشيت الحمامات وقتها الكوفر فيهم العشاء نتاع الليل بون تقلقنا شويه كل شيء ما صافا الحمد لله السنه زاد ان شاء الله و... زاد كلمت شكون ان شاء الله باش نكري يا شيره الحمامات يا شيره قليبيا غادي كالعاده كالعاده عرفت الصغيرات وكذا ومنا و... يعطيك الف صحه سنه هكا والصيف صراحه راهو للصغيرات انا الاكثريه فهمت للعائله فهمت واضح ديجا سيزون كامله بعيد عليهم دونك فرصه فهمت على الاقل يقرب يقرب ربي يفضل لك الوالد يرحم والديك على فكره انا ما هو الوالد مريض ان شاء الله يا ربي يقومه لاباس ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يقومه لاباس ونحب نهزه معناتها يعدي معايا بيت فهمت ان شاء الله ربي يفرج عليه سنه احنا صحافيين ما عندناش صيف على خاطر الصيف مربوط بالمهرجانات يعني الاكثريه نعديو الصيف يعني بالحق ما نستمتعوش بين الحمامات وقرطاج ما بين كرتاج حمامات بنزرت صفيحه قصوصه الجم مهرجانات صح وليد والله انا يعني ما قلت لك قبيله قاعد نحضر في فيلم تاعي تو مزيت كملت الكتيبه نتاعي وعايشك دونك فما وزاره الثقافه معناتها باش تصب الدوسي لوزاره الثقافه ولسوء الحظ يقبلوا لي دوسي دو فيلم دو لون ميتراج كان مره في العام يقبلوهم داير في اوت معناتها واحد مثلا كتب كمل كتب الفيلم نتاعو اون سبتمبر باغ اكزومبل يقعد يستنى حتى الاوت عام جاي باش يقدم الفيلم نتاعو معناتها برشا خسائر وقت دونك بالنسبه لسيف سناب باش نتلاها في اللون ميتراج نتاعي ان شاء الله واضح هني وقتاش قلت لي عندنا كونجي احنا نكملوا 15 اوت يعني ترى نشوفوا لك حل جمعتين 10 ايام اي جو سوبر ميل تعرفوا اللي يعرفوا ديس كول ان شاء الله مش الكوري وين بالله مش الكوري بلدي تاني الشماليه ليه ليه جنوبيه جنوبيه تيكس الفصحه ولا انا نستنى اولادي عندي عامين ما ديتهمش باش نهزهم هما واولاد اختي الله يرحمها ونشوف البروغرام اللي بروغرام تاع رزقي فواياج ونهزهم نمشي نفتق في اي بلاصه ان شاء الله ننصحك ولا تمشي لقريب الحمامات اللي يعرض القدور ترسي لك انا وقتها نصب الجيز على راسي مش الماء فهمتني محمد والله انا بيسكو جويي لو مو تاع مون انيفرسير دونك جي ديسيدي انا وصحابي باش نعملوا دوره في برشا بلدان بون مون بارتنير زيدا كيف كيف معناتها انا لونسي باش نمشيو للمالديف دونك قبل عيد ميلادي بثلاث ايام وباش نحتفلوا في جزيره هكا بعيده شويه برا من مش في تونس بيان سور ودي صلوا على النبي هذيك ودي سمعتوا بربي سوي شكون تون بارتنير مش لازم نحدد مون بارتنير معناتها بارتنيري معناتها شريكة حياتي ما نجمش نقول باش مش معناتها هي حاجة شخصية باش نحكيها معناتها تلفزة دونك قررنا احنا اون جروب شريكة حياتي لا اون بلوس اون بلوس رافيك تحكي على الصيف وباش تمشي وقتاش باش تمشي صيف راه نفس السك تاع فواياج باش تمشي تعوم علاش العار هذا انت باش يكري ولا شنو هو فضايح والله فضايح يا اخي سامحني والله العظيم اكبر عار انك انت قبلني تو هكا وجه لي وجه هذا هو العار الحقيقي اللي ما تعيطش عليا راه شو هذا السيد هذا راه باش يعيط ولا باش يعمل اي حاجه مش انا ضعف مني اني ما نجمش نجاوبه ولا اني ما نواجهوش نواجهه اما زايد معناتها مبوشي مخبوشي 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 ما فهمتش انا نحكي على حاجه تخصني وليك اللي هزوا دلاعه وكا الجو والكسكسي ويعملوا بيتون بالملاح هذوك ما كلهم انا بالملاح وبالدلاع هذه هي اول وحده ما دابت دفع هي اول وحده صفيه غطسه بالكسكسي بالماء والملح شو انا شو نحكي ما كنتش نظر نتاعي عندك ساعتين تحكي على السيف على فواياج كل حد يمشي حاله فوالا انا خويا مسافر يعمل يمشي للمالديف يمشي الجزر الكنال امشي حتى الجربه انت ان شاء الله تعال تعال الجربه نمشي لحق الواد انا ما نمشيش الجرب فوالا دونك ما عادش مش تمشي فكرت انا كيما كل حلقه نحب نثقفوا شويه سي عبد القادر كيما الجمعه اللي فاتت حكيت له يا عبد القادر عبد القادر كان فيك انا فيهري عبد القادر قادر يزرف ماهوش موجود
حبيت نقول له اللي بارتنير نقول له ان بارتنير كو سوا مراه ولا راجل خاطر هو ما يعرفش يعني فوالا 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 ما جبش نايق ما حبش ندخل في دي شو فما بالحق قاعد نتفرج في لي دو سيزون فوالا فوالا البارتنير في تونس بتاش معناها بارتنير معناها شريكي مش لازم نوظفها شريكتي او شريكي ينجم يكون شريكي في الخدمه ولا شريكتي في الخدمه اما خايك يبدا عبد مش مثقف ربي معاه يمشي يقرا فهذا يقرا اربع سوار يمشي يحل كتاب فرنسي اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم ان كان سحرا فابطله يا رب العالمين انت القاضي وعي وعي وفي ان واحد يا ربي اعلم ان دعوتي وانا مضطهد مجابه فيا ربي خفف مكتوبي واعلم وانا مخلص اليك النيه انني هنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين فاللهم انصرني يا رب اخي في قناه قرانيه انا قاعد يا اخي مش تسعه هذه عايشكم يا اخي مش كل في كشبي ولا هكا الكل في الكل ساعه اشتر لي كرونيكور تبدلوا بالله ما انا فسر لي ما انا بيرو الشغل جيب فيهم تبدلت لوجو لوجو تبدلت من الحق من بيرو الشغل جيب فيه ابار هيفا انفلونسور ابار هي ممثله ابار انت ممثل ابار هي صحفيه بقي منين بالحق انا بدي ندير الشغل انا نجيب فيهم نجيب فيهم منين تجيبوا فيهم بالحق انا خويا بدي ندير الشغل ونتشرف ليه منين تجيبوا فيهم بالحق بالحق يمكن كانوا يصفقوا جبتهم ديك كرونيكور ولا مش ليه خاطر لوجو تبدلت بالحق يا حسره على الكل في الكل كي كان كله عبد رزان توما بهت هو اخويا ومرحبا بيه ومرحب بيه بالحق معناتها دونك احنا 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 راهو معناتها كيما نقولوا نختلفوا نختلف في الاراء ولكن لا معناها لا نتخالف ما نتعاركوش ديما وخيان يعني فهمت كيفاش له راي ولي راي فهمت ولكن انا والله العظيم نحب نذكره بشيء ذكر ربي قال وذكر مش نحكي معه بنيه ذكر لعل الذكرى تنفع يا ولدي ما تذكرنيش حاجه بيني وبين ربي انا ربي باب والله فرصه انا تحرمني من اجر عظيم تجيش بكشي انا نصلي وانت ما تعرفش تجيش فما تحرمني من اجر عظيم شكون انت نبي مش تذكرني انت بن عمار كيفاش يجي منه يا بن عمار يا بن عمار يا مسيو يهديك اسمعني مازال انت يا اخ معزز مبجل مكرم مفدى وهذا مش بشاتي انا معناها فهمت انا فقط بني تذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين هل تعلم ان في القبر هناك من ربك وانت هبطت للقبر قبلي انا وهل تعلم ان هناك حشران ليه 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 حشر في الدنيا وحشر في الاخره ليه ليه شو شو وهل تعلم ان اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه ثلاثه مبعوث السيد في بالك ولا انا شو شو نستعرض بالقران انا وقت اللي نقرا المصحف هذاك هذاك بالنسبه لي انا دستوري دونك انت مبعوث باعثينك شكون باعثك باش تحكي لي قبر وعذاب القبر موجود في اليوتيوب راه عذاب القبر جيب حاجه جديده انا مؤمن بالكشي انا شو شو مؤمن مسلم ومن واجب ان اذكر الغافلين غافلين انت هو الغافل انت هو حشران غافلين ياسر عليا غفلتوا في تونس غافلين لعل لعل هذا الضمير الناعم يصحى اي نصحى صح وهكا نصحى يا لعل تحفتك تكون على يدي يا اخي لعل هكا السيد قطاوة حشرات لعل معناتها انا قلت لك جاي نحب نتفرهد ولا الامام الفقيه هذا يا تتفرهد جاي تتفرهد لحظة بركي باه مانيش ماشي لحتى البلاصة اوكي قاعدة في تونس يعطيك الف صح ما قدو يا جيجي ما قدو هيا تسحروا يا خويا مرحبا يا خويا محليك يا خويا يرحم بالله جيت في الوقت المناسب ايش تحب ايش بيك هاي وقيت شو ايش عندك فيه طافي ليه بالذول هنا ايش بيك ايش تحب امشي انت وين انا وين وين انا ما نسيت وين انت دنتور ها في حصتك انت في حصتك انت ايه هيا برا ري ايش اعطينا حويجه سعداوي لحظه برك لحظه ارجع ارجع مين جيب فيه من الآليات هذوما؟ مرحبا بكم أنساتي سيداتي سادتي في برنامجكم المفضل تو دون تو بالحق نحب نحيي تحية كبيرة برشا الجمهوري اللي تبع فيه تو دون تو ضرب يكلموا فيه من بلجيك من كندا من سويسرا يا أخوي راهو ضرب البرنامج سويسرا اقسم بالله تحيه لجماعه بلجيكا والله تحيه لجماعه كندا ايه. تحيه لجماعه فرنسا ايه. تحيه لجماعه ايطاليا ايه. تحيه لجماعه المانيا دي بون عاد خلينا نسمعهم الكل ونحب نقدم تحيه قسما بالله راني باش ما ننسى حتى حد راني حبسوا فيا مخك يحبس تحيه للشرطه تحيه للحرس تحيه للجيش تحيه للديوان تحيه للمواطنين نقل الجماعي ما يحبش يهزوا هاي الفلوس
قسم بالله حاسين حاجه تفرحني برشا. الحمد لله. اي انا حبسوا فيه يقولي راك تدخل انت نضحك وحدي. قسم بالله. وتحيه كبيره برشا كونفور بلاتو. ميرسي سليم. الريستورون محليه على الاخر في المورو 5. برافو سليم. وشكور. صارت لي كارثه كارثه مخك يحبس بكري. راني مشيت نحجم قسما بالله. ربي يلطف بينا من الكوارث اخويا. مشيت نحجم ثم شكون قبلي قسما بالله. اه يا سيدي كمل حجمني. قال اخويا نعمل لك جيل ولا سي با لابين. قال لي والله اعمل لي منها سي با لابين هذا. قسما بالله. لا تشليت انا في بلاصتي. اما باش نقول لك علاش تشليت انت غاد لازم تشلني هنا. والله ما نعرف حاسين في بالكم تو الصيف جاء. فهمتني ولا لا؟ والتوانسه الكل كل واحد يهز دلعته يمشي للبحر. الوحيد اللي دلعته منه فيه صدى حلويش. ما شاء الله. بيه سامحني لحظة بيه. اي حبس غبي حبس حبس بيه سيبو. انا نقبل المزاح وكل شيء. ما زلت ما كملتش عايش. وباكت عم تنكت على الراجل زعمة زعمة سبلابين مفهمين. اعطيني جملة وصف لي توا. اي ما فهمت انا قاعد نسخن بابا حماني. لحظة بارك توا لحظة. انا ما زلت لحظة لحظة توا نحبك تحكي لي بالفرنسي. كيفاش انت باش تخرج من هنا فهمتني وتطلع في كهربة وتروح لداركم وبعد كي شنو تعمل تدوش وترقد بالفرنسي هكا هو. احكي لي بالضبط. عطيني جمله. اه شنو تعمل؟ مهدي فا نيكول. نيكول في مهدي. مهدي فا 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 استوب ان تاكسي. اي كمل عاد. استوب ان تاكسي. استوب ان تاكسي. اي ابري؟ ابري. لا لا قبل مش للدار. مش للدار. جورونتر على ميزون. اسكت. تسكت يا كم تعرفوش. امشي. برون لي تاكسي. لي تاكسي فا 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 لو تاكسي اي ستوب فون لي ميزون. اي ابري ابري سور على ميزون. سور على ميزون. هاي قبلنا السياره كامل بربي ترى افحمنا. شنو هذا يعني تفتكوا قاعدين ولا ليه؟ لا يحكي بجد يحكي بجد هكا بتلفزه فضيحه قرا في فرنسا. ليه ما تعديهوش حاجه كما هكا. شنو علاش ما سمحكيتش معناها توقست علي؟ قول له انت فهمتني ولا قول له لحظه لحظه انا ما سمحكيتش مدام راه. اي ليه انتم قاعدين تفتكوا ساعه قولوا لي توا يا بالرسمي انت تحكي توا. ليه يحكي بالرسمي؟ قلت له وين خاطر على شنو نفضل؟ النيفو نتاع البروغرام ولا عبيت تتفرج سي كوا سا فرونشمون ليه؟ ما هو يا هنا انا 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 كيف قال الراجل سي با لابين غلطة منك انت غلطة منك انت اللي تسال فيه اصلا. لا انا 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 ماني انا كي مشى هو الحجام قال الراجل قال له جيل ولا سي با لابين زعما الراجل ما يفهمش بالفرنسي. اي هو يعمل في السكيتش نتاعو. علمه. ليه تبارك الله عليك سي صادق مانيش معلمة هوني. راني نحبك تولي معلمة. مثال انت تبارك الله عليك فضيحة والله فضيحة هكا. شنو الفضيحة؟ كل في الكل بلوس هكا يصير ليه يا عم؟ شنو يصير يا عم؟ لا في تو دوكس هكا مالك نجموها كيفاه؟ والله شفت. معلاش ما تعلموش وخايف تعطيه شوية. بدري بدري. علاش ما تعطيهوش دروس أمام في الفرنسية؟ ليه ونلومك أنت على السؤال اللي ماهوش في بلاصتو. تبارك الله عليك. قص علي ايش أختي قريني أنا. ايش ضربني أختي شد شد. اضربني تاتي نعمل لي فلقه. شدي يا شدي. ليه انا ما نروش للعنف تلفس. ها؟ عنف ما نروش للعنف. عمل لي هيك عمل لي هيك تاتي. ليه ما تاتيك؟ ها صادق كان مازلت انا نجيبك الحس. هيك مازلت نكلمك. هيك مازلت نبعث لك ميساج نقول لك كيجي رانا عندنا تصوير. ها؟ باهي هيك. الله الله يا سيدي. الله الله. الله الله يا صادق الله الله. هكا فجرتك انت. الله الله يا صادق قلت خلي كمل كمل حاستك. كي كمل حاستك. مخرج مسرحي واستاذ مسرحي قد الدنيا ونقول استاذي وكل شيء. الله الله جاوبها. شوف انا شوف سكت كم ايش عملت لك؟ والله ما فهمتش تعارك فيا انا على شنو. كمل اي كمل اي فافا لو تاكسي ابري 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 سي بون تو خلينا ندخل البرنامج. لا 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 ولا ما تدخل للدار وتداوش بالفرنسي يمشي. يا ولدي ادخل الدار دوش وبعد كي تعشى تعشى تدخل الدار دوش تعشى وارقد بالفرنسي. دخلت لا بالفرنسي بالفرنسي اون فرونسي. اونتري لا ميزون اونتري لا ميزون اي مونجي دوش قبل دوش قبل دوش اي
الدوش عملت بي... لا ما عندناش ما تقولهاش كلكش من سنس الدوش ما عندناش ما عندناش دوش ها عندناش دوش ديريكت مونجي ديريكت مونجي تسخن الماء عادي ها تسخن الماء كم عندك جوج بالسحاب على روحك اكثر رافي باش تمنع انت يا ودي خلينا نحكي اللي كمل لورا حتى لين ترقد بالفرنسي يمشي يا ودي ما نرقدش انا نبقى واقف ها ما نرقدش قولها بالفرنسي ني با دورمي اي والله تورست ني با دورمي يا ودي راني نحكي فرنسي ما نحبش هذيك سيتان خاص من العيد C'est un lapin. Un quoi? Un, deux, trois, trois petits lapins. Esmaïl, un chouï, un sen ponctier. Je suis venu, je suis venu, je suis venu. Ponctier. Ma brouk, Fanny. Baba, je suis venu. Ma brouk, chouï. Il va récupérer. Baba, je suis venu. Gali, Wildi, Haïna, Big Dora. Je suis venu, vas-y, Baba. Platoura, how yimchi, how yimchi, how yimchi, how yimchi. تعملك وتحبا الموتور وربك سبحانه شوف انطحت بينا بان في بلاصة ظلمة تحيسة ما نشوف شيء اما تك خرج تليفون وشعلت التورش قلت بابا تعرف تصلح قال لي تعرف نصلح اوكي ساعة كاملة هو يصلح 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 ما عرف شيء قلت تعرف كيفاش قوم بابا شد التليفون ضويلي انا ما عملت شيء حركت لي خيوط دورت مفتاح خدمة يهبط علي بكف قال لي شفت يا كيف يشدوا التورش والله بيزار الله يعلم بيزار ليه بربي لحظه 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 اسمع خلينا نحكيك يا امريكا بعدك تقول لحظه برك مش نحكي غير امريكا لحظه وحارق روحه وشعره بالسير لحظه ما حاله حاله راك استنى راك ماما في برنامج اجتماعي انت تو بالكالي انت فيها عايش تقول راكي برنامج تحكي مشكلتك وتروح اش قاعد تعمل يا معلم انا دجملي كان معانا قبل ما فهمتوش ها مره دخل برنوس ها مره درا شنو شو ليه وتصدق الناس هذوما اللي ياخذوا نساء ويمشيو لفرنسا ياخذوا جنسيه بالفرنسي نتاعو راه هذاك يولي عنده كهرباء ودار وجنسيته راه البعض ياخذوهم العباد هذوما انت ترقد برا ولا لا لحظه شو 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 عايش خويا انا نعرفك تحب تولي كوميديان اما راك ما تضحكش تحب نولي كوميديان ما تضحكش الجمله ما تعطيها لك كوميديان لا ما فيش كوميديان اعطيني شكون قاعد يضحك عليك ميت بالضحك انا ما شفتكش ما قلت لكش ما عجبتنيش قادر تتحسن يا دي لا تتحسن قادر تتحسن بالحق انا شو جوفا شو جوفا كو انت في البلاتو كل قجر ماشي جاي تجيب دابوز خليك غادي سي ميو لا 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 اللي انا لا خلينا ندافع عليك يجيب لنا ماء ولا حاجه راه سمعتها فهاد الكوبيه معناتها ما تقدرش تعمل رد بالك اسمعني يا بخويه خويه خلي التلفزه كلها على جنب تو ليش قلقنيش انا نجم نخرج ونمشي على روحي بالك انا مين ولا لا من توصل ما انا عادي جدا لا لا ولا لا والله قسما بالله والله قسما بالله يا مهدي انت فين قسما بالله والله يس يا مهدي انا باش نخرج ريبورتاج شهري وهنا راجعين We'll be right back.
تو قيت الحقيقة، زعم الحقيقة اليوم عند شكون؟ عند قدور، عند هيفا، سناء ديجا تعديت مرحلة الحقيقة، إن شاء الله تكون عند وليد ولا درساف ولا جيجي. ماذا بيا زادا كان نعرفوا حقيقة هنا، علاش لا زادا حقيقة محمد؟ نستقبلوا مروان. مرحبا بكم في الحقيقة. كما عودناكم في الحقيقة، الفقرة اللي تخص الضيوف متاعنا كما تنجم تكون تخص الكرونيكور متاعنا. الحقيقة لليوم باش نتعرفوا عليها بعد شوية، باش نشوفوا شكون اللي تنجم تكون ضحية من الضحايا متاعنا للحقيقة لليوم. هيفا، سناء كانت ضحية، هنا الفهري، محمد العمار مرحبا بيك، وليد النهدي، قدو الارتيستو، درساف، جيجي. باش نحاولوا بعد شوية نركزوا ونتعرفوا على ضحية اليوم اللي باش يتعهد انه يقول الحقيقة كاملة. كون زعما باش يكون معنا اليوم في الحقيقة يعني درساف. أنا وي درساف هي اللي باش تكون معنا في الحقيقة اليوم. أي مرحبا بيك درساف. مرحبا باهي نهار حلو. شوكي شوية؟ نهار ممتاز ياسر. تخاف من الحقيقة درساف؟ لا ما نخافش. تتعهد باش تقول قدام السادة المشاهدين الحقيقة كاملة؟ مش خوف، فما حاجات معناها أنتيم برشا ينجموا يقلقوني. يعني تخاف من الحقيقة؟ كيفاش معناها؟ يعني تخاف من الحقيقة؟ لا ما نخافش من الحقيقة، ما حاجة تخصني نقولها، حاجة تخص الناس الآخرين ما تقحمنيش في حاجة ماليش فيها، سيرتو با اليوم معناها. تتعهد درساف باش تقول الحقيقة قدام السادة المشاهدين في الحقيقة؟ نتعهد أنا اليوم متأكدة اللي فما حاجة غلط، أنا نتعهد. أنت درساف أنا ديجا أنت ماكش ملاحظة أنا شعري مبلول. صحة موتيك. أي ربي فضلك، أنا نتعهد بكل شيء، ما يسالش هو سابوتاج، فما حتى مشكل. درساف الشعال. مرحبا بيك. فو لي فام. أي. صوت المرأة. أي. تقمص الدرع الأنثى. فخر صاحبة هي. النظرة الثاقبة والكلمات القوية الرنانة. درساف الشعال مرحبا بك في الحقيقة، باش ندخل معاك في صلب الموضوع مباشرة. درساف الشعال من مواليد 26/12/1976. برج الحمل. لا الجدي. بس برج الجدي. مسقط رأسك في ألمانيا بالتحديد برلين. المثير للغرابة أنه الوثائق الرسمية لدرساف الوطنية ما فيهم حتى حاجة تثبت أنه عندها علاقة بتونس. حبوا تعرفوا ولا نقول لكم أنا؟ تخليت على الجنسية التونسية وضحيت بها مش تقبل الجنسية السعودية، وهم أشقاء طبعاً لا عيب في ذلك. درساف فوليفام الوطنية التي تتكلم باسم المرأة التونسية. هذا أكثر سؤال أنا يقلقني برشا، باش نبداو واضحين. وأكثر حاجة تقلقني أنه كي تتعهد باش تقول كلمة الحق. لا أنا نقول الحقيقة، أما لا أنت دخلت طول دخول غلط، كلامك غلط، صياغة الموضوع غلطة. صياغة تكتب لي السؤال؟ لا صياغة الموضوع غلطة على الآخر، وأنا ما فهم مال. صياغة الموضوع أنت حكيتها، أنت يمكن عندك واصل درساف. إيه لا باش نواصل ما تخافش. أنا نواصل على الآخر راني. أنت تنجم تكون عندك المعلومات مش المعلومات اللي لازم تكون عندك. أول حاجة أنا سامحني حطيت بابي. أنا فخر ليا تكون عندي الجنسية السعودية، الجنسية السعودية راهو معقل الدين، وما نظنش كان أي مخلوق فيكم
تكون عنده الجنسية السعودية ويرفض. ورد بالك السعودية ما تعطي جنسيتها لحتى حد، دول الخليج ما عندهمش الجنسية السعودية. أما أنا بالنسبة لي أنا مروة عملت فيا فافوغ به يظهر لي إن شاء الله ما نطلعش ظالمتها، خاطر نحبها مروة برش، مروة المعدة متاع البرنامج والمنتجة، إن شاء الله نطلع أنا إن شاء الله نطلع غالطة. مروة قبيلة حطت ما نعرفش ندرى شكون الراجل، ما نحفظش الأسامي، اللي أي واحد يتخلى عن جنسيته في أي تحت أي ظرف من الظروف راهو عنده الحق يجي لبلاده ويعيش في بلاده. وأنا بالنسبة لي أنا عندي 4 صغار وأربع صغاري سعوديين، وبالنسبة لي أنا كأم جو بريفير مش نتخلى، أنا تونس ما تطيشنيش، جو بريفير إنه أنا خاطر أنا نجم عندي الجنسية الألمانية والجنسية التونسية، كي عندي جنسية العالم، جو بريفير جنسيتي سعودية وشرف عظيم ليا باش نقعد أنا متواصلة مع أولادي. معناها كلامك صلح ووضحوا. علاش تخليت عليها الجنسية نتاعك دور سفر؟ شوفي نقول لك حاجة، أنا ما تخليش على الجنسية باش نكونوا واضحين. سو أنا بوغ موا أنا نقعد تونسية لآخر نهار في حياتي، أما بالنسبة لي أنا لو كنت تسألني توا باش تفهم أنا شجاعتي قداش، أنا توا نص تونسية نص سعودية. قداش عشت في السعودية دور سفر؟ 17 سنة. 17 سنة. 14 سنة يخولوا لك باش تحكي باسم المرأة التونسية اليوم؟ أنا 500 سنة وإلا عام وإلا ثانية يخولوا لي باش نحكي باسم المرأة التونسية، ولو كان ولو كان لو كان نجم نحكي باسم المرأة السعودية ماذا بيا، أما نوبلي با اون شوز، شكون جابتني أنا؟ جابتني مرأة تونسية، ربيتني مرأة تونسية، أنا اللي قدامك هذه عملتني مرأة تونسية، شخصيتي اللي أنت تسمع فيها ونأثر بوتيتر نوعا ما وإن شاء الله بالخير على الناس، هما في جرة فضل كبير للمرأة التونسية اللي هي أمي. وسامحني المشاكل اللي انا نحكي فيهم هذوما الكل راه مش تونسيه برك تعاني منهم، انا جو سي بليس كو سيغتان كو برنامجنا يتفرجوا فيه تزيريه ومغاربه وليبيه وموريتانيين، المشاكل راهو الانسانيه تهم الانسان، علاه تقعد تقول لي هاو شبيني انا مثلا ما تجيني تقول لي هاك في المانيا هاك في برلين، علاه عندنا العقد هذوما احنا الناس؟ نسلك سؤال سامحني، انت كان يعرضوا عليك الجنسيه السعوديه ترفضها؟ انا اللي تسالني انا اللي نسالك دور ساف. فهمتك ميساج غوسو لا وصلتني السؤالين بعد فتحنا لك المجال وجاوبت. تفضل. والسؤال يطرح نفسه وانت ذكرته لي انه كنت تعرف جيدا انه انا باش نجبد لك الموضوع اللي هو كنت الزوجه الاولى مع طليقك السعودي. تعرف اللي القانون السعودي فما اشكال كبير بالنسبه للاقامه وقت اللي باش تكون الزوجه اجنبيه تصير تحريات باش يقبل انك تكون زوجه سعودي وهذا صار معك انت وكنت الزوجة الأولى لسعودي. أنا زوجة الأولى وأنا الوحيدة اللي خذيت أول واحد خليجي أنا الأولانية. تشحب آخر أنت المطلوب عندك علاقات في السعودية؟ ما عندي حتى علاقات، أنا أبو أولادي ربي يفضله ويخليه، هو اللي في مخه هو حب يخذني كان أنا والتوا ما عرسش وعندي 10 سنين مطلقة. باهي لطفوا معك شوية الأمور أنه الظاهر تقلقت دورساف ونعرفوا اللي كلمة تقلق تقلق. نرجع بك شوية لتونس لهنا مش مشكل. درصاف الشعال البداية كانت بمضيفة الطيران بالخطوط الملكية السعودية وعشت تجربة إعلامية أو بالأحرى كرونيكوز في إذاعة EFM مع الزميل الإعلامي محمد الخماسي في فقرة الماتينال، وبعد ما تم تغيير وقت الحلقة باعتبار برمجة الإذاعة فرضت الموضوع بالطريقة هذه، جل الفريق اللي كان عامل مع محمد الخماسي بقي في الماتينال مع زميل آخر لن نسميه، الوحيدة اللي كانت مع الإعلامي محمد الخماسي وحاربت أن تكون رفيقته. أنا صاحبة صاحبي، أنا الخماسي صاحبي عشيري، هما قعدوا إن بيريود بعده في الأخر تفرتوا، أنا وقت اللي هو خرج وما حضرش أنا قلت ما نكملش وصحت وعيطت في اليافام وأخزر الخماسي وينه توا. أنا محمد الخماسي عنده فضل عليا، هو اللي دخلني لل بون دخلني خاطرني نستاهل، مش يمشي في مخك حاجة، كان فما حاجة ما عندي ما نخبي، أنا أي دونت هاف سمثينغ تو هايد. أنت لهنا عقول المشاهدين لا لحظة لحظة، أنا ما نخبيش، أنا ما عندي شيء نخبيه، لو كان نهار تلقاني خبيت حاجة راني باش ما نجرحش ولا باش ما نأثرش سلبا على أي حد من الموضوع، أنا أكثر إنسانة سلسة في العالم وواضحة في العالم، ورد بالك وقت اللي نوصل نحس اللي أنا في الكورنر والنجم نضر راني أنا نفضح روحي بلوغتك أنت وما نخلي حتى حد يفضحني. سو ما تحاولش باش أنت تحس روحك اللي أنت قوية عليا وكلي حطتني في التركينة لا سي با لو كا دو تو، وفرضا أنا
انا جاي لبالك اللي انت عن فرضا انا خرجت مع الخماسي وشافوني عملت كيكة يلزم تكون بيناتنا علاقة. خماسي خويا الصغير قمة الأخلاق وقمة الاحترام. الطفل هذاك عاناني وانا في قداش من ديبريسيون ونحبه ليومنا هذا ما نرضاش فيه حتى كلمة غالطة. تفضل واصل وهذا طبيعتي راه مع الناس الكل مش مع خماسي برك نجم نهار آخر معك انت تطلع تستاهل بيان سور. واصل باهي درسها في الشعال. تفضل. اللي ما يعرفوش برشا ناس عليك انه انت شاعرة غنائية وعندك مع القلم والكلمات والغناء وكانت لك تجربة مع طليقك اللي مانيش باش نسميه. لكن نحب نسألك سؤال عنده علاقة بالزوايا العميقة اللي درسها في الشعار اللي ما صرحتش بيهم للناس في فترة ما تقريبا قعدت سنتين بعدت كليا على الكتابة وعلى الغناء. نجم تقول شنو الحاجة اللي خلتك بعدت نهائيا ولا نحكيها لك أنا؟ لا ما يقلقنيش. عنده علاقة عنده علاقة بعشيري وخويا وصاحبي. مشيت معاه للجامعة كي ماتوا مشيت للجبانة في وسط الناس ودفنته مع الرجال حسن الدهماني. الله يرحم. الله يرحمه. سامحني نجمو نرتاحوا شوية نهار ليلة نهار خايب اليوم. أنا نجمو نوفاو هوني خاطر ما عادش نجم بالحق. مش قلة احترام. مازال عندي أسئلة. أنا ما عادش نحب بالحق بالحق جون بو بلي. سؤال فقط. تفضل. أنا ما عادش نحب بالحق. أنا ما عادش نجم بالمنجد مانيش نكتب عليك. نحترم هذا طبعا. ما عنديش بالاحترام المشاهدين ما عندي حتى شيء مشين الحمد لله يا ربي أما بالحق ما عادش نجم. نحترم هذا درساف. دونك شكرا درساف على الصراحة نتاعك. إن شاء الله تكون إن شاء الله نكون خذيت الأسئلة برحابة صدر. أيوة كل شيء خذيته برحابة صدر أنا اليوم. مشكورة درساف الشعال. ربي يفضلك. يعيشك. كانت معكم درساف الشعال في الحقيقة لليوم.
توكية عندي فقرة اسمها تقبل ولا ما تقبلش. وماذا بيا في الفقرة هذه كل حد يعطي رأيه، فهمتني؟ وسيرتو ما يهمكمش في رأي قدور، أعطي رأيك وكهو يرحم الله والديك بجاه رب. باهي واضح 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 قانون اللعبة، واضح قانون. السؤال الأولاني موجه للنساء. توا جاي سيف بيان سور فما خلاعة، واتفقتوا باش تخرجوا الجمعة باش نتوما والمسيو والصغيرات، ولا انت والمسيو من غير صغيرات، باش تعديو نقولوا جمعة في قليبيا. جاك قبل بنهار ولا قلت نهار اللي نتوما مسافرين قال لك بالله نزيد نستناو شوية خاطر راني باش نجيب أمي وبابا وإخواتي معانا؟ واضحة السيتواسيون؟ واضحة الوضعية. تقبل ولا ما تقبلش؟ العائلة الكل معناها العائلة. أنا والظرف نقبل ولا ما نقبلش؟ كون فما لا 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 أنا باش نقول جيهان ليه ما نقبلش؟ علاه؟ أنا في السيتواسيون تاعي أنا لا. نحتفظ ب لي انا سامحني سامحني زوجك هذه رايك راه نحترمه ما عندي علاش اما لا اما نلزم جوست يعني ما تجبدوش زوجي لا 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 نحكيو اسمعني في المطلق لا لا حاجه بركة اسمعني اسمعني مش نورمال مو تاع يا قدور ايش دخلك عائلتها يا معلم يا وي ماشي الخلاع انت ايش دخلك ماشي معاهم بابا مني ما تدخلش روحك لا عليك يا قد ما تدخلش روحك هم ماشيين في الخلاع عاش خويا بالك الكرامه ما تهزش ترفع عليهم انت ظروفهم مش نيه نخلط بكرامتي امورك عاش خويا نكمل سبحان الله نحب ننفرد بزوجي عندنا عندكم ما تحكيو انا ما نحكيو عزيزه ليا راه نحب نرجعها لثلاث ايام يا ودي خليها دقيقه نجم نهز عائلته في نهار اخر الفواياج هذايا نحب روحي وحدي انا وراجلي حره واضح ما تدريش واحده واش صعبالك صاي قدور تعدينا هنا وي انا نفس السؤال نفس السؤال باش نعمل لك سؤال خاص بك انت تاع الخليعة قليبيا لا خلي تعرس قبل من بعد احكي معها يا ولدي اش مدخلك انت سيتواسيون سيتواسيون فارغن فارغن قال لي ما قالش تخيلي فهمت وضعية تخيل والله اذا نجم نتخيلها خاطر جاش نقول لك تعرفني يعني خاطر لازمك تعرس خاطر تعرفوا راجلي يعني ماهوش يكون تونسي وانا اصلا نوسيون خليعة وهكا فامي ما نقبلهمش يعني ما نتصورش روحي بشيخ وراجل يحب خليعة فهمت الحكاية هذا بالحق نحكي معك شو يحب راجل احترامي الناس كل سيرة الرحم يا انسة سيرة الرحم سيرة معناتها انت تخيل روحك مثلا واخذة كوري ايه انت ماشية مع الكوري ايه ماشية القليبية جاك لحظة نتاع كوريا مش البوسان جاك جاك الكوري راجلك قال لك راه امي الكورية وبابا الكوري وخو اختي الكورية وخويا الكوري ولاد عمي الكوريين في بالك الكوريين محلاهم يحب يجيو بحث الكورية اللي هو انا راجلك خل نحكي خلنا نحكي في بالك العائلات الكورية يحترموا البرايفسي نتاع صغارهم ما يدخلوش رويحهم يسكتوا ها ودي ها الكوري هذايا من هارت اللي عارف سبحان الله تفريس امان نسوا ايه ايوه المشاهدون شفتوني ايش قالوا معايا كان جيت معرسه ما تحدش في الموضوع امان خلنا نحكي قلت لك قلت لك في كوريا يحترموا يعني ما يحبوش يسر هكا شو يقولوا لها الكلمه يعني يسر شو يقولوا لها يعني مثلا تمشي تطلع على حميتك في المناسبات او مثلا يحترموا البرايفسي انت تبدا الام تقول لولدها برا هز مرتك وبرا عملوا فياج اي مالا قسما عظما انت قاعد تعطي فينا في معلومات غالطه على الكوريين انا عندي واحد نعرفه كوري صدقني كوري منين ليك؟ كوري منين ليك؟ يا عجل شو منين ليك؟ انا امو نعرف بالرسم يعني مانيش قادر صدقني مالا عندي صديقي كوري ديما مع امه كوري ومع ابوه الكوري كوري يكون ياكلك قلبك كوري ياكلك هذا شو منين ليك؟ كان انت يا سامحني يا سيدي شكون شكون راه واحد قرات نهارين راه مش نهارين عندي قرات جمعه عندي وليت قلت له نعرف كوري قلت منين ليك؟ ليه نزيد نعلمك قلت لك راني شاد رئيس كوريا سنة نحكي نفس السؤال
انا واحده من الناس الحكايه يعني احنا نحكيو في فرضيات ماهيش مطروحه في مخي، خاطر انا امراه انطوائيه ما نحبش اللمه ما نحبش الحس ما نحبش العباد، يعني مش ما نحبش العباد نحب العباد اما ما نحبش اللمات العائليه مانيش من هواتها ما نحبهمش. ما نحبش نمشي للعرايس، لا نحب شكون يجيني، لا نحب نمشي، اي لا نمشي لهم لا يجوني. معناتها انت قالك تعرفش في الاخر هذه راهي قليبه ما فماش يا مع عائلتي يا الناس كل شيء. ما نمشيش بطبيعتي ما نحبش الخروج برشا. واضح. هيفا اغزل تشوف هيفا كيفاش باش تقول له هيفا هذيك دارك قبليان امشي. انا عندي عغز من عينيها انا نعرف. امشي بالطبيعه انا باش نقول له داركم معانا بيان سور. يا اخي بالطبيعه يا اخي هو كان يحب امه وابوه واخواته شيء يزيد وما ينقصوش اولا وسكو يحبني معناتها انا نتهنى على روحي ونتهنى على صغاري وابخيتو شنيا هي معناتها باش نمشيو نكريو معاه اون فامي ونحب انا بنتي هكا تتربى مع عائلة كبيرة والكل وكيما انا باغ اكزومبل نحط روحي ديما تحط روحك انت في الموقف كان انا مثلا نشرب باش نمشي مع امي وخواتي في باش نعمل خلاعه من نكريو دار اسكو نقبل انه هو يقول لي محليك محليك دونك اللي نحبه روحي اخي راجل شو اللي خذاه مش كيما بعض الناس خذاه يد كامله وراجلي هو فوق راسي ودارهم فوق راسي رجاء يا ودي زاد ماشي مع هيفا الخلاعه ما تدخلش روحك انا هيفا ما نعرفهاش انا هيفا ما نعرفهاش والله عزيتها على الاخر والله برافو بالنسبه ريت لهيفا الخلاعه كان معاك بالنسبه لهيفا يعطيها الصحة لأنها أغزر لهنا ماشي معاها في الرحلة إن شاء الله نخلط بكرامتي مش مشكلة اسمع أول حاجة يعني شوف هي أطاعت زوجها بطيب خاطر طبعا مش بالغصب واضح ثاني شيء يعني أطاعت ربي وثالث شيء اللي هو الأهم صلة الأرحام وما أدرك ما صلة الأرحام ونعم بالله حرية شخصية هذه ويا ويلو قاطع الأرحام أي دور صاف انا بالنسبه لي انا كي نبدا مثلا خرجت انا وياه خدينا حتى نهارين الاولانيين ومن بعد يحب يجيب عائلته خاطر صغيف باش امه ما زالت تحب تجي صغيف باش انا توا ناخذه في المطلق اللي حد من عائلتنا اذا ما نقبلوش عائلته مش يقبل لي عائلتي حتى كان عائلته سامحني ثقال دم على قلبي انا يلزمني على خاطره هو سيناه هو باش يتنكد وانا باش نتنكد في الاخر نحكيو بالمصلحه تو ونحكيو حتى على عائلتي اما باقي المراه يلزمها راهو شويه وقت لها هي باش تنجم تقبل باش تنجم فوالا واضح وليدي شنو شنو رايك في المقترح في السؤال به شنو به حلو حلو يعدي روح عرف بعد ساعات انت عارف روحك انت عارف بعد ساعات تيمونياج في الشارع ودرا شو تبدا مثلا تسال فيه على فيلم تفرج في فيلم واحد شنو رايك في الفيلم؟ والله حلو حلو ها؟ ولا الاخر شنو رايك في الفيلم؟ بيه شو قديش جواب واضح معناتها وصريح ومشكور بيه اسمعني شوف انا ما يقلقش بالعكس نحب اللمه ونحب العائله نعم بوزينك لمين وسعاد ربيونا على العائله خويا ربي يفضلهم وتعرف لمين العائله نتاعو 15 خويا خو اخت عنده نمشيو لكيف خويا الرب خوها بالعائله برك الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يفضلكم وربي يفضلك الوالده والوالد خليك معنا ها؟ اسألوا تو هذاك علاش خليته الاخر انا؟ خاطر باين باش نخرجوا من بعد ما قدور باز باش تقول لي لا نعرف مش على شنو؟ يعني دي فما حاجه اسمها سيلة الرحم خويا واضح فما حاجه اسمها سيلة الارحام خويا اللي حاجه مهمه على الاخر فهمت وربي سبحانه وراه ما يباركش القاطع الارحام وديجا ذكرناها في الحصه القادمه اللي في الحصه ذكرناها لا سامحني في الحصه في حصه من حصص الفارته وكلنا ما حكينا فيه موضوع كامل موضوع طويل وعريض اللي لا يدخل الجنه قاطع النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شروط دخول الجنه ان تصل من قطعك فهمت ومحليها اللمه كما كان يحكي توا وليد ولا كما كان تحكي درساف ولا كما كان تحكي هيفا وبربي واش خير منها السؤال الثاني للناس الكل انت امشي تحت النزل وانت قاعده على البيسين تحتسي قهوه ولا تحتسي ومطابه لك وما مشروبات والملذات وقاعده تشوف نقول احنا المسؤول الحلال يا صادق طبعا نعم طبعا احنا نتحدث دائما كان على الحلال طبعا اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك ان شاء الله شوف انت في مسؤول على البيسين تقول انت ليه على البيسين المسؤول على البيسين البي دي جي بتاع البيسين فهمت مدير البحر مدير البيسين معناتها
تشوف فيه واقف وجات امراه محجبه فهمتني، رغم اللي انه فما بلاكه موجود انه ممنوع ممنوع تو نحكي فيها مره اخرى هذيك تو نحكي فيها. نحكي لكم على موقف هذا، ما خليهاش تعوم، شنو تعمل؟ تتدخل؟ تقبل ولا ما تقبلش؟ تتدخل او ما تدخلش؟ تعمل روحك ما في بالكش؟ هذا هو السؤال. بيان سور ما نقبلش، مش مدخلوا فيها، هي متحجبه تعوم، كل انسان حر يلبس اللي يحب عليه، كيما يلبس البيكيني يلبس المايو يلبس الحجاب، كل انسان حر شو يحب يعمل. انا ضدها على الاخر الحكايه هذيا، وكان حسيت لي هو قاعد يقلل من الاحترام ليها هي ما نسكتش بيان سور، ندافع عليها، علاش يعمل هكاكا؟ واضح درصاف. انا نفس الشيء، اما باغ كونتر يلزمها خاطر ما تعرفش حوايجها تنجم تكون عرقانه فيهم، يلزمها كيما الناس الكل كيما احنا كيما اللي نلبسوا حوايج نتاع صيف عادي دي كونتراكتي معناها كيما اللي متحجبين، يلزمها تدخل الدوش يكونوا حوايجها نضاف. خاطر جو سوي كونتر ساعات راهو صغير باش تلقى ميم البيبي سيتر مع الاولاد وتبدا لابسه حوايجها الكل وتبدا انت فاهم اللي الحوايج مسخين. بور كون سوا كلير اون بيسين راهو ليجين حاجه لازمه برشا، ديجا احنا نعانيو من الكلور وما الكلور والحاجات هذوما. جو بريفير كو بون نراعيو الحريه الشخصيه نتاع الناس، كل واحد باللي يحب يعوم يعوم، كل واحد حر في حياته، اما النظافه راهي حاجه واجبه. واضح. ثاني انا اكثر المشاكل اللي صارت لي في حياتي على خاطر نتقول في برشا، يعني انا مش نمشي نكلم ولا نحكي معاها، انا نمشي نعمل له عركه اول حاجه. واضح. هيفا ستاتيو فيسبوك ونصور ونعدي لايف. واضح. هيفا تو ديبون، كان موجوده بلاكه انترديي دو سبني مع لو فوال هذاك انتغرال هذاك مايو، هي هما احرار دونك هي ما عندهاش علاش تمشي للاوتيل هذاك داكوغ، خاطر موجودين جينيرالمون كي يبدا الى انترديي موجود. باغ كونتر كان ماهمش حاطين بلاكه وين اذا انترديت باش تعوم بالمايو فوالي، لا باغ كونتر نمشي له ما نسكتلوش. خاطر سي مونك دو ريسبي و سي اون ليبرتي بيرسونيل و سافو ريان دي، خاطر توا فما دي مايو اللي يعملوهم لي فام فوالي بالقماش بتاع لي مايو ونضيف ومن اون نو بارلو با دي جي. هنا فما حاجتين، انا ساعة مع حرية الاشخاص اللي يحب يعوم بدون ملابس واللي يحب يعوم بنقاب، يعني انا هذه ديما نؤمن بها، ماذا بينا حتى لي بيسين بدون ملابس. تفهم الاجانب هكاك يعني بدون ملابس نيوديتي بيتش تلي، فما في فرنسا في برشا بلدان في العالم فما مسموح به، وكيما انا نشجع وندافع على حقوق جميع البشر، يعني اللي يحب يلبس نقاب اللي يحب يعوم الثقافات والثقافات يمكن انا مع حريه البشر قلت لك اللي يحب يعوم بدون ملابس واللي يحب يعوم بدو بيس واللي يحب يعوم بنقاب وبحجاب، وماذا بينا نحيو هالقانون هذا من بعد النزل، يعني ما يسمحوش للمتحجبات باش يعوموا في البيسين كما قالت هيفا توا لي مايو، يعني للمتحجبات قماش خاص، ونتصور ان المتحجبات يعني نظاف يعني فهمت باش يستعمل الناس الكل، يعني باش يمشي البيسين باش يستعمل الدوش ويهبط، انا مع الحريه راهو من هكا ولهكا راني ندافع على حريه الاشخاص. فوالا. حلو. وليد النهدي. انا نخليهم ونمشي للبحر. واضح وصريح. قدور رايك؟ رايي تتدخل؟ انا ندخل ديما ندخل. شنو تقول له بالضبط؟ انا ماذا بيا بصراحه، ماذا بيا معناتها ماذا بيا نشوف النساء الكل في لباس معناتها موحد واللي هو لباس محترم لا اكثر ولا اقل، حجاب معناتها. انا ديجا اولا نساء البيسينات ما نعومش فيه، والبحورات عندي اماكن معينه اللي منزويه على العالم الكل، نهز فيها العائله والكذا ونعوم فيها وحدي. احكي لك خاطر شيء ولا يحشم وشيء فاق القيمه، فهمت؟ اليوم انا مثلا انا ما عادش نجم نمشي مع اختي وما عادش نجم نمشي مع امي وما عادش نجم نمشي مع باب. اوكي خاطر خويا اش نحكي لك معناتها؟ الكرهبه ما ترفعش؟ لا مش الكرهبه ما ترفعش الحمد لله. ايه هو ديما ياخذ الكرهبه. فضلك علي. معناتها اللباس بصراحه ما فضيح، خليه يقول فضيح. وتوا نعلمكم رسميا انه وصلنا لنهايه الحلقه، تبارك الله عليكم يا خويا. تبارك الله. مهما موضوع طرحته في الحلقه، مهما اي موضوع قادر ان يشعلها شعلها شعلها، تبارك الله فريمون. انا فخور بك. هذا الاختلاف الاراء، اختلاف ما عادش ولا اختلاف ساعات ولا خلاف وواحد هد على الاخر
سيترو 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 حصيلو. تو نحكي مع المنجه والمعده بالك نبدلوكم الكل. افيك ان جرون بليزي. واضح، ولا نبدل روحي وحدي وحدي. فهمت؟ فما حل، يا نبدلوا يا حاجه باش تتبدل. الختام كان مره. لحظه عندي، فما حاجه باش تتبدل، يا نبدلوا المعده، يا نبدلوا المنجه، يا نبدلوا المنشط، يا نبدلوكم انتوما. يا نبدلوا الحس جمله. يا نبدلوا القناه. المهم ما نبدلوش القناه. كلمه الختام لالا. يا مرحبا، ما احلك الابتسامه والله الوحيده اللي تكمل الحصه وانت مبتسمه. بيان سور لاخر لحظه. وعجبتني ياسر فك فصل العائله، فعجبتني ياسر. والله يعطيك الصحه. ميرسي. بدون ذكر اسماء نتاع ناس اخرين ما عجبونيش خلاص. بزاف باش اكتشف فيها برشا حاجات باش نعرف. نعرف باش تهز المتلوحه في البحر. فادلك علي. نعرف فادلك عاد شوف لي ما تفهموش معناتها فادلك ما تفهموش. يلا كلمة الختام. ميرسي صادق، ميرسي ا توت ليكيب، ان شاء الله نكونوا خفاف ظل على المشاهدين. وليد نورتنا، ويلكم باك. تحيه العربوش، خليت بلاستيك ماما وبيوتا. ان غران ميرسي ا سيميراميس بور لا تونو اي ميمي بوش بيوتا. لا بوس لي بيوتا. بوس لي بيوتا. يوصل يا ربي يخليك. ان غران ميرسي ا ميمي بيوتي لانج بور لا ميز ان بوتي سوسا اي سيميراميس بور لا تونو. سنة كلمة الختام لالا. نحب نرحب بصديقة العائلة جيزلين وزت مستانسة، نقول لها مرحبا بك، نترجموا لها من بعد التحية، وميرسي عبير بن سالم. مرت الكوري، كلمة الختام. مودا يمتم كم سامي دا، صدقت شي كم سامي دا. كم سامي دا كم سوا. ما عليها. ميرسي درساف على الغوج على ليفغ، عجبني وعملته من عندها. ميرسي واتش فود مروج 5 على الكونفور بلاتو. وليد ويلكم باك. ميرسي ما قلت ميرسي ا توت ليكيب من لو بالكور بور بالكوري فوالا. اي سي يو باي باي. محمد كلمة الختام بابا. كلمة الختام دونك ميرسي افو، ميرسي اللي انا رجعت بيان سور الكل في الكل. نحب نعمل ريميرسيمون تري سبيسيال على 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 لي تيشيرت باش تراوني بيهم بوتيتر مع تصيف الكل. دونك ريك فلير نتاع رادس، دونك حاجة ياسر مزيانة ومحلاهم الكل تنجموا تلبسوا من عنده. دونك نجم من الحلقات الجايين تنجموا تاخذوا لي تيشيرت. او ميم تون على تو سكي كواف، ميرسي بوكو. دونك ماهر نصري عنده حتى أكبر. الله يسلمك. فوالا دونك نعمل ريميرسيمون مهر نصري كواف سيتي لوحات العوينه. ميرسي لكم انتم الكل، وميرسي الفامي نتاعي. فوالا. اوكي جيجي كلمه الختام. ميرسي صادق، ميرسي ليكيب الكل، فرحانه برشا اللي عندنا وقت ياسر محلاه. حاب نقول ميرسي ميزون ربحه باي جيجي على المكياج والجو هذايا، وتابعوها سوغ انستغرام وفيسبوك ميزون ربحه باي جيجي. دور صاف كلمه الختام. انا نحب نشكر حسين زعيم على شعري اللي تهلك صبيت عليه الماء. ميرسي بوكو، ربي فضلك تعبك مشى. وعلى الميك اب حاب نشكر قدور الارتيستو على الحلقه اليسر شبيبه هذه. ونحب نشكر مروان عزازة بن حزازة بن حزازة، عمل لي الحزاز في عينيا. ربي يفضلكم ان شاء الله، دمي خفيف عليكم. بون دمي لازم يكون خفيف خاطر ماش عندي دم جمله تحلي الدم. وكاو ميرسي ميرسي بوكو. مسيو وليد مود لافان سيل فو بليز. نشكرك انت ساعة على التقديم والتنشيط، نشط ما شاء الله عليك. نشكر ليكيب كل الكرونيكور بيان سور، المتفرجين. فرحان برشا لين رجعت. الوالدة أمي إن شاء الله ربي يشفيك، والفنان لمين نهدي، والعائلة الكل. كالعادة نحب نذكر اللي عندي والدي يقبع في المستشفى، إن شاء الله ربي يفرج عليه، ربي يشفيه. إن شاء الله معناتها أدعو السادة المشاهدين أنهم يدعيوا له إن شاء الله يقوم لاباس إن شاء الله. ونحب نقول لبنتي ولدي راني توحشتكم برشا، وربي يبارك لكم والسلام عليكم ورحمه الله. ونهني نهني اكسان الماجر عليك ال ال تيادوكم شو اسمهم الفرادي فوالا. اي ياسر شعشوعي ما شاء الله عليك، ربي يفضلك. الوان صيفيه. اي الوان صيفيه. وانا نبقى لك نقول لكم على خير، ربي معك على خير، نتقابلوا الجمعه الجايه. انا طالب ويد التكاس كنت بسوق كافيه.